خويا مرحبا بكم في الدار عندنا. الدار عندنا راه هي هذيك اللي كتشاهدوا معنا. راه مرحبا الف مرحبا. نوريهم سيدي وزير المراجعه حتى ديك اللعيبه ديال الاسفي اللي فات اللي للغايه في الجمال. وهذا الفيديو كامل هذا غادي نبرعكم وتبرعوا وتفهموكم على العيجات حتى هما مصورين معنا في الفلوق. فهموا ديك I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. السلام عليكم خوت، نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم ماشي انا اللي غنقدم لكم، ماشي انا اللي غنقدم لكم الفيديو، نقدم لكم واحد الدريري يعرفكم على راسو هو اللي يقدم لكم الفيديو. زين السلام عليكم. من 10 ماشي مزيان الحمد لله. وهذاك بخير اليز لافاليز. انا اليز اون لافاليز. ايه اش غنديرو في الدوره؟ في دوره عالمية في الاسم. ايه المهم الخوت دابا الفيديو حنا ما كناش بغينا نصوروه، دابا غادي نصوروه. غنمشيو ان شاء الله غنجيبو واحد الدويره في مدينه اسفي، ماشي غندورو على اسفي كامله. المهم غنمشيو ندورو غير في سيدي بوزيد وشي شي مناطق تمايا، ماشي لا بلاج وداكشي. غنبينو لكم واحد المقتطفات وداكشي. المهم الفيديو تقريبا يقدر يلعب على السينماتيك بزاف وداكشي، ماشي مشكل. المهم بقاو معانا وفرجه ممتعه باش ليكم كاملين. طلع رمضان مبارك كريم اخويا. المهم اخوت احنا دابا وصلنا دابا للرون بوان ديال واحد الرون بوان كيقولوا لها رون بوان ديال لابلاج وكديك سيدي بوزيد. يلاه دابا كنا جايين في الطريق وداك الشيء. دابا ان شاء الله دابا غنطلعوا سيدي بوزيد ونوريكم واحد لافي، واحد لافي اللي زوينه بزاف اللي كتميز بها مدينه اسفي، نوريوها لكم ان شاء الله. المهم بقاو معنا ما تشوفوا، انا غنوريكم. المهم انتم تشوفوا معنا الرون بوان لافي نهائيه. الرون بوان كما كتبان لكم هذيك راه هي الرونبوان اللي كنت سيدي بوزيد، العقبة ديال سيدي بوزيد هي هذيك. الطريق ديال لابلاج راه هي هذيك اللي كنت معانا، هذيك هي الطريق ديال لابلاج. المهم بقاو معانا، حنا دابا غادي نمشيو طلعوا على سيدي بوزيد ان شاء الله. المهم الخوت حنا طلعنا دابا لسيدي بوزيد، بغيت نوريكم واحد الديكور من هنايا، واحد الديكور عرفتي تشاهدو ليكم كاملين، بغيتكم كاملين تكونوا في البلاصة اللي فيها أنا حاليا دابا. عرفتي واحد لافي كنشوف دابا عرفتي كي داير، يا سلام واحد لافي عرفتي راه غنشاركها معاكم كاملين إن شاء الله. ما تشوفوش داكشي اللي ورايا وداكشي، راه دابا نوريكم داكشي اللي قدامي هو اللي غادي نوري ليكم. يلا بقاو معايا غندور ليكم الكاميرا غنشوفكم كتشاهدو معايا. أشرف رافينا هو جالس كيصور في العيبة تما، هانتوما كم كتشوفو معانا هادو هو لابلاج ديال تيسري، هي راه المرسك هي. المهم نخليكم دابا مع واحد السينيماتيك من هاد البلايص هادي باش تستمتعو بالمنظر مزيان. يلا بقاو معانا، غنعاود نوريكم هاد المنظر هذا من واحد البلاصة أخرى، واحد الصويرة كنت ضربتها كنت صورتها هنايا، غنخليها لكم هنا تاهي باش تشوفوها. تصورت واحد الحجره كاينه هنا تصورت منها، فهمتي؟ عرفتي واحد التصويره، يا سلام عرفتي راه زوينه بزاف. غنعاود نوريكم البلاصه عن قرب، بقاو معايا.
انا دابا غادي نحرك بوزيسيون اخرى باش نوريها لكم. المهم الخوت ديال البلاصه اللي وريتكم هادي من جهه اخرى عاوتاني، دابا ما غاتبانش ليا الكاميرا مزيان من هنايا، شوفوا معانا هانتوما الدراري كاينين تمايا، شوفوا معانا هو لابلاج اللي هي المرسى، شوفوا معانا كاين عاوتاني راس اللفعة اللي هي ورا الجبل، كاين راس اللفعة غنوريكم راس اللفعة ان شاء الله تمايا، غنبقاو معانا مع السينيماتيك نتمنى يكون عشاء. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. راه كلشي كيعرفو كاين في سيدي بوزيد، جاي بتا الصدفة وزدنا من حداه. المهم هنايا مدفونين واحد جوج عيالات، أم ديال عبد الكريم خطابي، والسيدة اللي مدفونة بالجوار ديالها هي الجدة، جدة الوالد ديالي. بمناسبة شاركت معكم هاد المعلومة، موت الفقيه الصرغيني، المهم شاركت معكم هاد المعلومة جات بالصدفة وشاركتها معكم. المهم شاركت معكم هاد المعلومة المهم دابا غنكملو التتمة ديال الفيديو، بقاو معنا نكملو الفيديو ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم خوت، دابا طلعنا سيدي بوزيد. المهم دابا غنوريكم واحد الديكور اللي بانت للغاية في الجمال، المهم الفيديو كامل هذا غادي نبرعكم، تبرعوا مرة بحال الأشكال اللي كتميز بها مدينة آسفي اللي دابا بزاف، يعني اللي واحد الأجواء اللي هربانة مخطية، فهمتي؟ يعني واحد الأجواء اللي زوينة بزاف. وخليكم معانا غنوريكم واحد البلان، تشوفوا معانا هاي الباب خالص، هاي الباب خالص، هاو في معانا هاي آسفي. ولكن نمشي هو هذا الديكور اللي نوريكم، غنوريكم واحد الديكور آخر. يلا أجي اجيو معايا تشوفوا واحد ديكور اخر، ماشي هو اللي بغيت نوريكم، باغي نوريكم هاد لافي، هاد المنظر الرائع. ما عرفتش غادي يبان لكم في التليفون مزيان ولا لا، المهم قابلوا علينا وصافي، باقي ما كاين لا معدات لا وازي لا والو، حاليا لا السيبورا ولا التليفون، ما كاين لا مايك لا كاميرا لا والو، داكشي مع الوقت ان شاء الله. راس الدفعه كيما كتشوفوا معانا، راس الدفعه هو باب خالق، هو تلاقاني مع سيدي بوزيد. الله يكمل لك خير، بعدا باقي الحيط ديال الاسفي تحرك الوقت نصب ان شاء الله. الله يرزق الصحة والسلامة. امين. الله يحفظك باب خالق، الله يحفظك ليا باب خالق. كنا بغينا نوريكم واحد الدريجات كانوا هنايا، دابا انا اشرف يلاه جينا دابا بغينا نوريكم الدريجات، باقيين كيتصاوبوا دابا نوريكم شي لعيبه فيهم، كيتصاوبوا شي لعيبه عاوتاني لتحت، كيتصاوبوا شي لعيبه لتحت.
مرحبا بكم في الدار عندنا. الدار عندنا راه هي هذيك اللي كتشاهدوا معنا. مرحبا ألف مرحبا. وريهم وريهم سيدي بوزي جامد وراه جات حدا ديك العيبه ديال الاسفي اللي بغى يجي. مرحبا بيا. مرحبا ألف مرحبا. الدار هي هذي. المهم تفضلوا تفطروا معنا ان شاء الله. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things I said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when. المهم اخوت دابا راه دورناكم واحد الدوائر دابا في سيدي بوزي. المهم دابا غنمشيو ان شاء الله نوريكم واحد الجريده هي كاينه كرايكم مع العائلات وعوفي العائلات وداكشي حكينا هنايا. غنمشيو غنشاركوها معكم حتى هي. المهم بقاو معنا متشوفين. غنمشيو لهذا ان شاء الله ان شاء الله. احنا وصلنا دابا لديك سميشو. وصلنا كما كشفتوا معنا في السينماتيك تقل وريتكم الحي الجامعي. المهم دابا هادي واحد الجرده ندورلكم فيها كامله ومن فيها ديك اللعيبه ديال الاطفال كما كشفتوا باقي الله كيكادو فيها ما كيكادوهاش كامله. شوفوا معنا باقي الله كيكادو فيها. ندور فيها واحد الدويره وغادي نوريكم البلان ديالي كيفاش داير. فيها تيرانات فيها فين كيريحوا العائلات فيها بارك ديال الاطفال فيها يعني شحال شحال من حاجه زوينه. دابا انا نوريكم دابا دوك اللعيبات كاملين غنوريهم لكم كاع. شوفوا معنا الخوت ها الجرده احنا جينا ليها ها هي الجرده كامله. شوفوا معنا نزيد لكم واحد المعلومه. اللعيبه كتشوفوا معنا البلاصه هذي راه سادينها لاقاش سميتو كانو هزو منها التراب وداكشي راه كتبان لكم شويه غارقه. شوفو معانا هزو منها التراب باش صوبو الجرده كامله هذي. غنشوفو دابا واحد النايضه اخرى عاوتاني واحد الديره ديال الكورة راه فينا هو الفوق نوريو ليكم حتى هو. بقاو معانا. هذا هو التيران. مزيان هذا شاف في الكاميرا كما كتشوفوا معنا الخوت. هذا هو التيرانات تقريبا شي تيرانات عطي راه السلام ها وشونا في شي ماتش الله ما كرهنا انا نحركوها في شي ماتش هنا. التيرانات سانتي فيك قاعدين يا سلام كان كاع تشوف معنا كان لاعبين كرة اللهم بدير شحال واحد الدراري كاين الله يلا كاين ابدا قردي الله يحفظك ليا زين شحال راح المهم خوت غنوريكم دابا هاد الجريده هادي من واحد لافي اخرى. هانتوما كما كتشوفوا معانا البارك ديال اللعاب راه كاين هو خلينا شتي راه هادوك هو البارك ديال اللعاب. المهم هنايا كتشوفوا معانا هادي الجرده هادي الجرده هما الخوت راه وريناكم دابا الجرده ياك. دابا راه غندوكم دابا البرج المارور وخا قرب يفطر علينا الحال ماشي مشكل على قبلكم هي هاريه ماشي مشكل يفطر علينا. المهم الخوت دابا نمشيو لبرج المارور الساعه ما محباتش كانوا كان البراج ديال البوليس ما لقيناش كيفاش نديرو باش نمشيو داكشي علاش. المهم بلاصه البرج المارور كتشوف معانا واحد ديكور هنايا واحد المنظر هنا اول مره غنكتشفو هنا نيت عمري ما جيت هنايا غير كاين شي بلاصه انا كنقول لها وقال اسمع لي الدار شغل ما عرفتش شنو مبقيناش. المهم دابا غنمشيو دابا نوريكم واحد الكواكير عاوتاني البلاصه هنايا.
skip. You are the wrong line of my scarce life. What do you found in me? If I fall down, will you follow me into the dark, dark? If I bleed out, will you carry me into the سبحان الله انتم هذا تلاقيك بعدين شو صدفه؟ صدفه حق الرب خونا حمزه وخونا حمزه سعد تبارك الله اللي يعرفوه الله يحفظك لي اخويا حبيبي كل شيء مزيان عمرك كل شيء مزيان الله يحفظك عزيز لي ابو حمزه Hear the strong beat of my weak heart. This is a lie to see you get a last night full of bright lights. ويوا الخوت انا ما كنخبوا عليكم شي حاجه ما كنخبوا عليكم اي حاجه كنوروها لكم دابا راه قرب الفطور حنا باقي خارجين كنصوروا ولكن هانيه فهمتي داكشي كامل كيبقى سوفينير كيبقى واحد الذكرى زوينه ماشي مشكل المهم كنت نقول لكم نوريكم واحد الدويكير عاوتاني انا راه السيبوزيت في اسفي راه في ممشيتي عاوتاني راه كاين شي ديكورات اللي بزاف اللي الهرب تصاط يعني بنادم يعني كان عندي شي كاميرا مزيانه ولا شي جو برو ولا شي حاجه ولا شي اش كيقول لها كاع درون عرفتي راه واحد المنظر ماشي يستاهل بزاف وكتشوف راه كاين واحد الاصلاحات في راس اللفعه هذيك راه هي راس اللفعه راه فين هي كيقادو فيها ما كيخلوش الناس يهودوا ليها وهذا هو لابلاج راه وريت لكم من شحال من بلاصه عرفتي راه واحد الفي اللي بزاف واحد الفي اللي هربان صراحه وشوفوا معنا القهيوات هذو هما كاينين هنا وحده راه فين هي هذيك راه قريبه تحل شوفوا معنا وحده هي فين هي حدايا واحد اللي هي هذيك راه هي اللي خدامه هذيك اللي هي راه هي اللي خدامه تا يدير خدامه هذه هي خدمات هذه المهم هذه تا هي راه خدمات واقع على هذه قالت هي راه خدمات المهم باش تعرفوا راه ما كنخبي عليكم حتى حاجه المهم ما عرفناش النهايه ديال الفيديو واش شفتوا هنايا ولا خود ما تنساوش تابوناو عندنا في القناه ديروا سبسكرايب وديروا سميتو فعلوا جرس باش يوصلكم ديما الجديد وما تنساوناش باللي كومونتيرات يكونوا زوينين بحالكم ما تنساوش تتابعوني في الانستغرام راه كنلوح ستوريات يوميا تمايا المهم كملنا الفيديو راه هي هذيك ما كملناش راه هذه هي تكون النهايه المهم طلعوا لي في راسكم وبيس ليكم كاملين الله يعاونكم الخوت مع هذا الغروب الجميل كتشوفوا ورايا واحد الديكور اللي هربان زوين وتحية لخونا اشرف خونا اشرف تقريبا هو اللي عاوننا في التصوير وديك الشيء راك عارف راه يد وحده لا تصفق ضروري خاص يكون العويل المهم خويا اشرف تحيه لك من هذا المنبر وتا هو ما تنساوش تدخلوا عند الانستغرام تا هو يا راه كيلاح ستوريات ديما المهم راه نخليكم الانستغرام ديالو تا هو يلاه بيس لكم الخوت الله